قمر قد الناس الكل بربي كلمة قمر قد ذي نحب نفسرها. قمر قد هي رغم فيها حد شيء، قمر قد على وزن جود مورنينج خاطر فما شكون نسبها لي. بون بغيف الفيديو هذي موجهة لأهالي قروان، أنا وليد النهدي باسمي وباسم عائلة النهدي أعتذر لأهالي القروان. وجست للتفسير فقط حبيت نفسر لكم اللي الفيديو اللي عملناه هذيك ما فيها حتى رميا معنا وما فيها حتى أغيق بانسي حتى معتمدية ولا ولاية ولا أي بلاصة في تونس، هي تفدليك عادية نفدلكوها حتى في الدار. كما تعرفوا لمين نهدي من الكيف، وفي الكيف يقولوا نقيلوا ما يقولوش نقيلوا، وحتى في تونس العاصمة وليت كلمة نقيلوا تتقال معناها في تفدليك وهي تتقال نقيلوا يقول لك برا قيل. بون بغيف جوست حبيت نقول اللي القروان عزيزة وغالية علينا، وهذا مش رمين ورود والا جوست نحب نصلح سوء التفاهم اللي صار. لا بالحق خاطر القروان الناس كل تعرف ليه تاريخ تونس. دونك فوالا جوست البارح قابلت افيك انامي من القروان انسان مثقف لا علينا في ذكر الاسامي، فسر لي قال لي اللي قلقت ونرفزت اهلي قروان هي كلمه نقيلو يعني القاء، وفي القروان ما يقولوش نقيلو ما يقولوش القاء يقولوا القاء. والقروان هي اول بلاد نطقت كلمه القاف. دونك فوالا سهله ياسر الحكايه، باش نرجعوا صحاب مع اهل القروان نحيوا النكته اللي موجوده فوق القاء وكيكا نرجعوا صحاب وخيان، وان شاء الله ديما نجيو القروان ونخدموا في القروان واعمال جديده في القروان ومن حسن الى احسن. مبعوثكم وليد النهدي سانسيرمون دي فون دي كور من قلبي اعتذر. Peace.